مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوفوا فيه شقه استثنائيه بثمن اكثر من مناسب وبحي فيه جميع المرافق الضروريه اللي ممكن تحتاجوها في الحياه اليوميه ديالكم. شقه مساحتها 70 متر كاري وكتكون من 3 ديال الغرف صالون حمام تواليت وكوزينه. قبل ما نبداو بغيت نشكر جميع المتابعين والمتابعات اللي كيشجعوني بتفاعلهم وتعليقاتهم ومكالماتهم، وان شاء الله القادم ديال الفيديوهات يكون في المستوى ديال التطلعات ديالكم. والناس اللي كيشوفوا اول مره هاد لاشين هادي يمكن لكم تشتركوا في القناة وتنضموا لهذه العائلة اللي غدا وكتكبر بكم إن شاء الله. مرحبا بالجميع وخليونا نكتشفوا الفيديو ديالنا على بركة الله. السلام عليكم، كنتواجدوا في حي كاميليا في عمارة اير بلس 4، كل طابق فيه 4 شقق. العمارة كتوفر على مسعد كهربائي وعلى مرآة للسيارات وكذلك مساحات خضراء. الشقة اللي كنشوفو المساحة ديالها 70 متر كاري، كتكون من صالون اللي كتشوفو فيه دابا، اللي فيه نافذة كتوسطو، زعما راه تبارك الله راه متسع، ماشي شي صالون اللي مضيق. كتلقاو على الدخلة ديالكم، من فاش ديال الصالون كاين لومبلاسمون ديال لاتيري، وكاين عندكم تمايا في حدا الباب مع الدخلة نيت كاين واحد الطواليط. شقة فيها طواليط رومية وفيها حمام. كتكون كذلك من 3 ديال الغرف. الغرفة الأولى هي هذه، غرفة بمساحة معقولة فيها نافذة ديال التهوية مربعة، والدور هذا خلا راني ما شاعل التالو حيت أصلا هادو ما كاين فيهم لا بولا لا والو، مركبة التابولا دونك راه الضو ديال سيدي ربي ديال النار. والغرفة الثانية كتوفر على نافذة وعلى بالكون. غرفة كبيرة مربعة ما فيها حتى دي فوق. ها البالكون، البالكون فيه واحد كاين واحد الباب تمايا ديال الدروج ديال السكور، حيت هاد العمارة فيها كذلك الدروج ديال السكور، الدروج العاديين والدروج ديال السكور اللي عندكم لداخل. هانت الغرفة كي دايرة، الضو ديال النهار، ما زدت حليت غير البالكون ما حليتش حتى داك الشرجم، والضو داخل تبارك الله. شوف حتى لي بواني ديال الباب، شوف الباب كي داير، الزواق الخشب اللي في الباب. عندنا غرفة كذلك ثالثة في هذه الشقة، هذه غرفة بمساحة معقولة كذلك، الغرف كاملين ثلاثة مساحتهم معقولة الصراحة. هذا البروجي هذا الغرف فيه مساحة معقولة ومقبولة تبارك الله، متيسي كبار. وحتى الثمن ديال هذه الشقة هذا هو ثمن جد مناسب الصراحة، الثمن هو 28 مليون، 28 مليون وقابلة للنقاش إن شاء الله. فثلاثة ديال الغرف في موقع في كاميليا بحال هذا، بهاد سميتو بهاد الفصالة هادي، و زعما كنشوف انا بان ثمن معقول جدا، ان شاء الله يكون ينقص اكثر. هذه الكوزينة ديالنا، الكوزينة مازال خاصها شوية ديال الاصلاحات، خاصها شوية ديال الاصلاحات، ولكن هادشي اللي كاين. المساحة حتى فيها في الكوزينة راه مساحة ماشي ضيقة بزاف بحال السكن الاقتصادي، ولكن هذه مساحة مربعة كافية فيها شرجم زعما كبيرة، تقدر تزاد لها واحد البوطاجي من هاد الجهة الأخرى، والبوطاجي تركبوا ليه هذوك سميتو البلاكارات ديال التحت والبلاكارات ديال الفوق. الكوزينة غتكمل إن شاء الله زعما تكون كاملة مكمولة. أنا في نظري هاد البروجي وكان غير زادوا للناس على الناس ديك المليون يقولوا 29 ولا يقولوا 30 ويكملوا الكوزينة كان حسن. هذا الحمام، الحمام ديالنا حتى هو المساحة ديالو معقولة، هانتوما راه ما كاينش الضو للأسف ما شعلتوش، هذا الضو ديال النهار. الحمام هو اللي مظلم شوية تما، لكن باقي زعما الشقة هذا الطواليط، حيت كاين حمام وعندنا طواليط، طواليط فيه لاشاس هي هاديك، يعني الشقة تبارك الله مضوية كاملة كاملة، وهادشي كامل بثمن 28 مليون، 28 مليون ثمن جد مناسب.
هذه الدخله ديال العماره كما قلت لكم راه كتوفر على اسانسور، فدخله نقيه تبارك الله. هانت شوف الدروج كي دايرين نقيين، راه كاينين الناس، كاينين الناس اللي ساكنين يعني راه شراو الناس هنا بزاف، كاينين الناس اللي ساكنين. هاد الدخله شتي كي دايره، دخله نقيه انيقه، وحتى هاد عمليه التشجير عطات للعماره واحد الواجهه اللي زعما مزيانه. قلنا العماره كتوفر كذلك على مرآب للسيارات، هو مرآب تبارك الله كبير. هاد الدخله ديالو دخله زعما سهله، ولا هاد الباركين هذا ولا هاد المرآب هذا راه كبير تبارك الله كبير. كان هذا هو الفيديو ديالنا، في الاخير ما تنساوش تخليو لينا واحد جيم باش تشجعونا، وبارطاجيو لا فيديو يمكن تكونوا سبب في سعاده الاسره واستقرارها. كنشكركم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.